السلام عليكم. مادة محاصيل خضر شتوية للمرحلة الأولى. المحاضرة حول العائلة البقولية (Leguminosae family). تضم عدد كبير من النباتات وأهمها الباقلة، الفاصوليا، البزالية، اللوبيا، الحلبة وغيرها. وتمتاز نباتات هذه العائلة بعدة مميزات، منها: أولاً، تتكاثر نباتات هذه العائلة جنسياً بواسطة البذور. إذن أول ميزة للعائلة البقولية هي تكاثرها عن طريق البذور. احنا قلنا بالمحاضرة السابقة التكاثر عن طريق البذور يسمى بالتكاثر الجنسي، أما التكاثر عن طريق الأجزاء الخضرية الأخرى يسمى التكاثر اللاجنسي أو الخضري. ثانيا، تعطي النباتات جذر وتديم متعمق داخل التربة، وعند قلبها في التربة تعمل على تحسين خواصها. إذن نباتات هذه العائلة تحتوي على جذر وتدي ويكون متعمق داخل التربة، وعند قلب التربة يكون هذا الجذر داخلها. شي يسوي هذا الجذر؟ يعمل على تحسين خواص التربة الفيزيائية عن طريق من؟ هسه راح نشوف. ثلاثة، جذورها تحتوي على العقد البكتيرية التي تقوم بتثبيت النيتروجين الجوي في التربة. إذن شو راح تحسن خواص التربة؟ عن طريق العقد البكتيرية الموجودة وين؟ بالجذر الوتدي المتعمق، حيث هذه العقد البكتيرية تقوم بتثبيت النيتروجين الجوي في التربة. عند تثبيتها للنيتروجين الجوي يعمل على شنو؟ تحسين خواص التربة. أربعة، تدخل ضمن الدورة الزراعية مع المحاصيل المجهدة. يعني شنو؟ يعني بعض المحاصيل تكون مجهدة للتربة، تستنزف المواد الغذائية أو العناصر المهمة الموجودة بالتربة. احنا حتى نقلل هذا الإجهاد نعمل على إدخال العائلة البقولية ضمن دورة زراعية مع من؟ مع هاي المحاصيل التي تكون مجهدة للتربة، حيث تعمل هذه النباتات، أي نباتات العائلة البقولية، على تحسين خواص التربة عن طريق جذورها التي تحتوي على العقد البكتيرية. خمسة، أوراقها مركبة ثلاثية وريشية زوجية مضاعفة تحتوي بعضها على محلاق. شنو المحلاق؟ المحلاق هو تركيب نهاية الورقة تستخدم النباتات أما للتسلق أو للتثبيت. ستة، الثمرة فيها قرنة تحتوي على البذور والتي تكون أغلبها كبيرة الحجم. إذا ثمار هذه النباتات، أي نباتات العائلة البقولية، تحتوي على قرنات، القرنة يضم داخله البذور وأغلبها يكون كبير الحجم. سبعة، تحتوي البذور على نسبة عالية من البروتين والكربوهيدرات. هذه البذور تحتوي على نسبة عالية من البروتين والكربوهيدرات مما يجعلها من المحاصيل الغذائية المهمة. من نباتات هذه العائلة هو الباقلاء، اسم العلمي في شفابة. الباقلاء هو نبات عشبي حولي يزرع في فصل الشتاء لأجل الحصول على القرنات التي تؤكل خضراء أو البذور الجافة. مجموعة جذري الجذر وتدي قوي يتعمق في التربة إلى مسافة كبيرة وينمو عليه عدد من الجذور الجانبية التي تحتوي على العقد البكتيرية التي تقوم بتثبيت النيتروجين الجوي في التربة. إذن مجموعة جذري مثل ما قلنا يحتوي على جذر وتدي قوي يتعمق بالتربة إلى مسافات كبيرة. على هذا الجذر الوتدي ينمو عليه عدد من الجذور الجانبية تحتوي على شنو؟ هاي الجذور الجانبية هي التي تحتوي على من؟ على العقد البكتيرية التي تقوم بتثبيت النيتروجين الجوي في التربة. زين، هسا عرفنا مجموعة جذري. الساق، ساق هذه النباتات يعطي نبات الباقلاء عدد كبير من السقام التي تنمو من قاعدة النبات ويصل طولها 1 متر أو أكثر. والساق مضلع ذات لون أخضر ومجوف، والبعض منها يعطي لون أخضر مشوب باللون البنفسجي. إذا ساق هذه النباتات يكون مضلع ويصل طوله إلى متر أو أكثر. وش يكون لون هذا الساق؟ يكون لونه أخضر ويكون أيضا مجوف. بعض النباتات، يعني بعض الأنواع من الباقلاء، يكون لونه أخضر مشوب باللون البنفسجي مو أخضر نقي. الأوراق تكون مركبة ريشية زوجية، وكل ورقة تحتوي على عدد من الأوراق تصل إلى 6 أو أكثر، وتوجد أذينان صغيرة عند اتصال الورقة بالساق. إذن اتصال الورقة بالساق عن طريق شنو؟ عن طريق أذينات صغيرة. الأزهار، تحمل الأزهار جانبيا على الساق في أبط كل ورقة من أسفل النبات حتى نهايته. والزهرة خنثى، أي تحمل الأعضاء الذكرية والأنثوية على نفس الزهرة، ولونها يكون أبيض مشرب باللون البنفسجي. التلقيح عادة يكون ذاتي ويحدث أيضا تلقيح خلطي لها.
إذا أزهارها شو تكون؟ تحمل عليمًا على جانبي الساق في أبط كل ورقة من أسفل النبات حتى نهايته. والزهرة هنا بهذا النبات تكون خنثى، يعني شنو خنثى؟ يعني تحمل أعضاء ذكرية وأنثوية على نفس الزهرة. لونها يكون أبيض مشرب باللون البنفسجي، يعني مو أبيض نقي. تلقيحها عادة ذاتي، وبعض الأحيان يحدث لها تلقيح خلطي. زين، الثمار عبارة عن قرنات تحتوي بداخلها البذور لونها أخضر، تصل طولها إلى 25 سنتيمتر، وعدد البذور فيها 8. إحنا إيش قلنا؟ قلنا الثمار بداية المحاضرة عبارة عن قرنة. القرنة هو تركيب يضم بداخله البذور. لونه شو يكون هاي القرنة؟ لون القرنة يكون أخضر، طوله يصل إلى 25 سنتيم، عدد البذور فيه 8. بعض البذور تكون كبيرة الحجم وبعضها صغيرة، بعضها متساوية بالحجم جميعها وبعضها مختلف. الأصناف أهمها المحلية والشامية، حيث صنف والشامية صنف تنتشر زراعته في العراق وهو أصله قبرصي، هذا يا صنف الشامية. وهناك صنف إيطالي يزرع في شمال بغداد وفي محافظة صلاح الدين وكركوك. المحصول الآخر لهذه العائلة هو اللوبيا، اسم العلمي فينا ساينينسيس. الجذر وتدي متعمق في التربة، يحتوي على عدد كبير من العقد البكتيرية التي تعمل على تثبيت النيتروجين الجوي في التربة، مما يساعد على زيادة خصوبة التربة وتحسين خواصها الفيزيائية. إذا بما أنه هو محصول عائد للعائلة البقولية، إذا يحتوي على شنو؟ على نفس الجذر لكل العائلات في لكل النباتات عفوا في العائلة البقولية، يعني يكون جذره وتدي ومتعمق بالتربة ويحتوي على عقد بكتيرية. قلنا هي هالعقد البكتيرية هي المسؤولة عن تثبيت النيتروجين مما يحسن خواص التربة. زين، ساقة هذا النبات هو قائم أو زاحف، مو مثل الباقلاء، الباقلاء يكون قائم، باللوبيا لا يكون قائم أو زاحف، وينتهي بحامل ثمري يعطي عدد كبير من الأزهار في الأصناف المحدودة النمو. يعني عندنا صنفين في الأصناف محدودة النمو، يكون زاحف وينتهي بحامل ثمري يعطي عدد كبير من الأزهار. أما الغير محدودة النمو فإن الأزهار تنمو جانبيا على حامل ثمري من إباط الأوراق على الساق الطويل، وعادة تكون السيقان متسلقة. الأوراق تكون مركبة تتكون من 3 وريقات بيضية الشكل، الحافة ملساء. حافة الأوراق شو تكون؟ ملساء. أزهار هذا النبات أزهار فردية أو زوجية في إباط الأوراق، لونها أبيض وفي بعض الأحيان بنفسجي. الأزهار خنثى والتلقيح ذاتي، ونسبة قليلة تحدث تلقيح خلطي. إذا أزهارها مثل أزهار الباقلاء تكون خنثى. الثمار هي عبارة عن قرنة خضراء تحتوي بداخلها البذور، تؤكل خضراء أو جافة. البذور بيضاء اللون وبنية مسمرة كلوية الشكل، يعني هنا عندنا البذور القرنة هي قرنة خضراء، أما البذور تكون بلونين، أما بيضاء اللون أو بنية مسمرة. البنية شو تكون؟ تكون كلوية الشكل. الأصناف هي المحلية كاليفورنيا 245 والعين السوداء. لهنا وصلنا لنهاية المحاضرة، شكرا لإصغائكم.